سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من أنجزت أم كلثوم 6 أفلام هي وداد، نشيد الأمل، دنانير، أوبرا عايدة، سلامة، ثم فاطمة. صحيح أنها قدمت في هذه الأفلام العديد من الأغاني بمشاركة شعرائها وملحنيها، لكن من وضع الموسيقى التصويرية في جميع أفلامها هو محمد حسن الشجاعي، عدا موسيقى فيلم نشيد الأمل التي وضعها عزيز صادق. أم كلثوم اعتزلت التمثيل بسبب إصابتها بمرض في عينها منذ عام 1948. فيلم وداد في عام 1936 دخلت أم كلثوم عالم السينما ووقفت لأول مرة أمام الكاميرا لتصوير فيلمها الأول وداد، وهو أول فيلم من إنتاج شركة مصر للتمثيل والسينما، وقد لحن لها أغاني الفيلم 3 ملحنين: محمد القصبجي في أغنية يلي ودادي صفالك، والملحن زكريا أحمد في أغنية يا ليلى نجومك شهود، والملحن رياض صنباطي في أغنية على بلد المحبوب وديني. وأما الحوار فكان لأحمد رامي وإخراج الألماني فريدز كرامب. في عصر الممالك تنشأ قصة حب بين الشاب التاجر باهر وجاريته وداد، والتي تتمتع بصوت ملائكي، وبينما يتناجى الحبيبان يسطو قطاع الطرق على قافلة باهر التجارية ويسولون على بضاعته التي تمثل رأس ماله جميعا، يخسر باهر تجارته ويشكو سوء الدهر، وتبدأ مطالبته بالديون التي يستمهل أصحابها، ويضطر لبيع كل ما يملك ولا يستطيع سداد دينه. تعرض عليه وداد أن يبيعها في سوق الجواري، فهي ذات صوت جميل وربما تأتي له بثمن باهظ يسدد به دينه، لكنه يرفض فكرة بيع محبوبته. تلح وداد في طلبها، هذا حيث التضحية بنفسها وقلبها فداء للمحبوب السيد. أخيرا يوافق باهر على مضض ويبيعها ليبدأ حياته التجارية من جديد. تغني وداد اللوعة والأسى لفراق حبيبها وسيدها وتحزن عليه حزنا شديدا، لكن الأحوال تتغير ويستعيد باهر تجارته وطرأه، ويموت سيد وداد ويكتب لها سكا بحريتها لتسافر إلى بلدها وبلد محبوبها لتعيش معه في هناء وسعادة. فيلم نشيد الأمل أو الفيلم الثاني أدت بطولته في فيلم منيت شبابي قصة نشيد الأمل، كما كتب في شارة البداية ومقتبس عن قصة لأدمون تويما. وأما الحوار والأغاني فمن كتابة أحمد رامي ومن إخراج أحمد بدرخان. وكان ثاني فيلم لها وغنت فيه عدة أغاني هي يا مجد ياما أشتهيك، نامي نامي يا ملاكي، أفرح يا قلبي، ونشيد الجامعة. وقام بالتلحين كل من محمد القصبجي ورياض صنباطي وعزيز صادق. يحكي الفيلم عن رجل اسمه إسماعيل يقوم بتطليق زوجته آمال تاركا إياها واحدة لتقاسي مصائب الحياة مع ابنتها سلوى، ويسوق لها القدر طبيبة عاصم الذي يقوم بعلاج ابنتها، ويكتشف موهبة آمال المتميزة في الغناء فيساعدها على أن تجد لنفسها عملا مستغلة فيه موهبتها، ولكن طليقها لا زال يلاحقها ويسبب لها الكثير من المشاكل. فيلم دنانير في عام 1940 لعبت فيه أم كلثوم دور دنانير، تعود أحداثه إلى عصر العباسي،
ويحكي قصة هارون الرشيد والفتاة البدوية دنانير ذات الصوت العذب التي تعيش بين حياة الصحراء وبساطتها وبين بدخ وفتن قصور الإمارة في عهد هارون الرشيد. صدفة يستمع الوزير جعفر البرمكي إلى صوت البدوية دنانير وهي تغني أثناء مروره في الصحراء، فيعجب بصوتها ويقترح على مربيها أن يسحبها معه إلى بغداد لكي تتعلم أصول الغناء، وتتاح الفرصة للدنانير كي تغني أمام الخليفة هارون الرشيد، فيعجب بصوتها وتصبح مغنيته المفضلة، وتزداد المؤامرات للإساءة إلى الوزير جعفر البرمكي لدى هارون الرشيد الذي ينتهي به التفكير إلى أن يأمر صياف بقطع رقبة الوزير. الفيلم من تأليف أحمد رامي وإخراج أحمد بدرخان، ومن أغاني ذلك الفيلم يا ليلة العيد، بكرة السفر، الزهر في الروض ابتسم. وقام بتلحين كل من رياض صنباطي وزكريا أحمد ومحمد القصبجي. الفيلم الرابع أوبرا عايدة. عايدة فيلم أنتج عام 1942 وكان محاولة لاختبار صوت أم كلثوم في غناء الأوبرا المقتبس موضوعه من أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالي فيردي، وقد اشترك في موسيقى هذه الأوبرا الملحن محمد القصبجي ورياض الصنباطي وإبراهيم الحجاج. وأما الإخراج فكان لأحمد بدرخان وقصة عبد الوارد عسير. عايدة ابنة المدارس الريفية تهوى الموسيقى والغناء، والدها محمد أفندي يحمل ناظر عزبة أمين باشا. لدى الباشا ابن هو سامي الذي لا يريد أن يكمل تعليمه لأنه يهوى الموسيقى، ولكن الباشا يريده أن يدخل مدرسة الزراعة لرعاية أرض الأسرة. جمع حب الموسيقى بين عايدة وسامي، وكانت عايدة سببا في دفع سامي للالتحاق بكلية الآداب. في أحد الحفلات يصرح سامي لعايدة بحبه ويطلب منها الزواج، ويعترض الباشا ويتهم عايدة باستغلال عطفه عليها والإيقاع بابنه في شبكها، فتقرر عايدة الالتحاق بالمعهد الداخلي ولا تأتي للعزبة مطلقا. وتتوالى أحداث القصة إلى حين زواج عايدة وسامي. الفيلم الخامس سلامة. في عام 1943 مثلت فيها فيلمها الخامس وهو فيلم سلامة، حيث قام بيرم التونسي بوضع حواره وأغانيه باللهجة البدوية، وتولى ألحان أغانيه الشيخ زكريا أحمد، وقدم مجموعة من الأغاني: غني لي شوية شوية، عين يا عين، نور محياك، سلام الله، إضافة إلى ترتيلة آية قرآنية. القصة من تأليف علي أحمد بكتير ومن إخراج توجو مزرحي. يبدأ الفيلم بالمقدمة التالية: قصة واقعية حقيقية لرعية بسيطة وهبها الله صوتا جميلا إبان عهد الدولة الأموية. ونقدم في هذا الفيلم ناحية من حياة هذه الراعية التي بلغت أعلى المراتب في فن الغناء، ويدور حول قصة حب بين رجل زاهد وبين جارية من مكة تدعى سلامة التي تهوى الغناء، لكن مالكها يقوم بحبسها وبيعها في سوق الجواري. وتشاء الصدف أن تصبح سلامة مطربة ضائعة الصيت، وتتوالى الأحداث الدرامية، فيفترق العاشقان ثم يلتقيان، ولكن بعد فوات الأوان حيث يموت الحبيب بين يدي سلامة. فاطمة. الفيلم الأخير كان فاطمة أو فاطمة إنتاج عام 1947. القصة من تأليف مصطفى أمير بيك وإخراج أحمد بدرخان. وغنت في الفيلم عدة أغاني منها: لغة الزهور تأليف بيرم التونسي وتلحين شيخ زكريا أحمد، وأغنية اليتيم تأليف أحمد رامي وألحان محمد القصبجي، وأغنية نصرة قوية لبيرم وزكريا أيضا. تلعب أم كلثوم دور فاطمة
وهي شابة حسنة الخلق من إحدى الحارات يعجب بها الشاب فتحي وهو ابن أحد البشوات، ثم يتزوجها عرفيا بعد أن فشل في إغرائها. يغضب أبوه من هذا الزواج ويلتقي بفتاة ثرية اسمها ميرفت ويعدها بالزواج ثانية بعد أن الواحدة من قبل. يحاول فتح الحصول على ورقة الزواج العرفي بطلب من أبيه لكي يقطع علاقته بفاطمة وينجح في ذلك، إلا أن فاطمة تحتفظ بنسخة من تلك الورقة، ورغم أن فاطمة أنجبت طفلا منه لكنه ينكره. لا يزال صوت الرجل الصالح في حفلة كوكب الشرق أم كلثوم عظمة على عظمة يا ست حاضرا في الذاكرة كاسم لصوتها الذي لا نستطيع وصفه بغير ذلك. هذه العظمة التي ترسخت في أذهان أجيال كاملة بين من عاصرها ونشأ على صوتها تبدو تعبيرا عن زمن محلوم، وربما لأجل هذا بالذات لا يزال صوت السيدة يزداد حضورا في الزمن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.